في هذا العدد نتابع حدث انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية بخصوص التعليم الأولي. فقرة 3 أسئلة إلى نرصد من خلالها عمل لجنة العدل والتشريع بخصوص عرض تقرير النيابة العامة أمامها. تحقيق العدد نتابع من خلاله المشاكل المرتبطة بمواقف السيارات والحلول المقدمة في هذا الإطار والنموذج من مدينة طنجة. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يخص انعقاد لجنة العمل الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية والتي تخص التعليم الأولي. نتابع أهم ملاحظات النواب حول عملية تعميم التعليم الأولي خاصة بالعالم القروي، وهل توفرت اليوم الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح هذه العملية، وماذا عن تكوين المربيات؟ الزميل أمين الخالدي حضر عمل هذه اللجنة وأعد لنا هذا التقرير. محمد جاي المنصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسا كان أول من أشرف على برنامج نموذجي يخص التعليم الأولي. بالنسبة إليه هناك مرحلة ما قبل 2018 حيث كانت الميزانية ضعيفة ولم تكن للوزارة رؤية واضحة بخصوص هذا الملف. بالنسبة للجهة سوس ماسا كانت نسبة كان عندنا 106 ألف طفل على مستوى الجهة، استفدوا منها 57 ألف اللي كانوا عندنا متمدرسين، واحد النسبة ديال 54%، هذا في حدود 2017 اللي هي السنة المرجعية. بعد الشروع في تنفيذ الرؤية الجديدة تم القيام بمجهود اعتبر مهما، هذا المجهود تمثل في بناء وتأهيل 611 حجرة في ظرف سنة واحدة. تم الارتقاء بالنسبة من 54 إلى 60.96%، تم تكوين 3000 مربية، تم إنتاج 23 دليل، تم إنتاج إطار مرجعي وتعميمه بالتعاون مع الشركاء ديالنا، وبالتالي نعتبر أن سنة 2018 هي السنة التي دخل فيها يعني التعليم الأولي عصرا جديدا. هذا الاجتماع هم اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتعليم الأولي ومدراء 7 أكاديميات، لا يشمل التعديل وإنما تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية، وسبقه تحضير واجتماعات مع وزارة التعليم ووزارة الشبيبة والرياضة. اليوم احنا اجتماع ديالنا مع مدراء الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين، غادي يكون عندنا تقييم ديال السياسات العموميه، تقييم اللي يكون قبلي وتقييم اللي يكون بعدي. تقييم اللي يكون قبلي المرحله الممتده من 2000 الى 2015، يعني هنا كتهم تنزيل البرامج اللي كتهم في مرحله الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي، والتقييم البعدي اللي كتهم مرحله ديال برنامج تعميم وتطوير التعليم الاولي، وهي مرحلة اللي كتمتد من 2018 حتى 2028. التعليم الأولي يقصد بها التعليم قبل الابتدائي من 4 سنوات إلى 6 سنوات، موجه للعموم وبالمجان بدل البحث مع النوادي أو حضانة للأطفال، فالقانون نص على تنزيل هذا المشروع. الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم يعني المجهود اللي كتقوم به الأكاديميات الجهوية بالنسبة لتوسيع العرض التربوي، بالنسبة لتكوين المربيات، بالنسبة لتجهيز وتأهيل المؤسسات يعني المحتضنة للتعليم الأولي، وأيضا الشراكات اللي بنتها الأكاديمية، واليوم حصيلة جد مشرفة بحيث تمكنت الأكاديمية يعني من تطوير العرض التربوي وربحات 18 نقطة. كنعتبروا على أن كل إصلاحات اللي ما وصلتش وحققت الاهداف ديالها ما وضعتش في قلب اهتمامها الاهتمام بالطفوله المغربيه، الاهتمام بالاستثمار في الطفوله، لان الاستثمار في الطفوله هو الرهان ديال التنميه، هو الرهان ديال التقدم، وبالتالي كنعتبروا على ان هذه قضيه محوريه مركزيه مصيريه بالنسبه للاصلاح. تاريخ تنزيل هذا البرنامج ابتدأ مباشرة بعد الرسالة الملكية عام 2018، أي في اليوم الوطني للتعليم الأولي، ثم أعقبته تعديلات على القانون. إذن من حق كل طفل مغربي وبالمجان الولوج إلى مدارس التعليم الأولي قبل الابتدائي. عملية ركن السيارة هي من المواقف البسيطة التي باتت تؤرق بال المواطنين،
فما بين إيجاد مكان خال لركن السيارة وكذا قيمة التعريفة المؤداة بعد ركنها والتي تختلف من مكان للآخر تتعدد المشاكل. تحقيق العدد ينقل لكم تجربة مجلس مدينة طنجة والذي فوض تدبير هذا القطاع لشركة خاصة لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بعملية ركن السيارات. نتابع مدى نجاح هذه التجربة وهل يمكن تعميمها على مدن أخرى، وهل بات من الضرورة اليوم إيجاد صيغة قانونية لهذا المشكل. نتابع هذا التحقيق الذي أنجزه الزميل أمين الخالدي. طنجة تخطو بثبات نحو حل إشكالية مواقف السيارات وتقنينها رغم أن العملية ليست بالسهلة. نحن هنا في الحي الإداري للمدينة نقطة سوداء وازدحام شديد بفضل تواجد العديد من الإدارات التي يقصدها المواطنين لإيجاد موقف سيارات. هنا أحيانا يتطلب الأمر 20 دقيقة. شاد يقول لك شي ربع ساعة ودابا قسمين أنا هنا أنا خارج حالي ومشي نجي آخر نقلب فوتين نلقى واش نلقى ولا لا. دابا ما لقيتيش باركين؟ والو. فين عندك الغرض هنا؟ في المحكمة. دابا الوقت يدوز وحنا كنفتشوا. باقي المشاكل هنا في السنتر، لا بغيتي تباركي في المحكمة لا تدخل تجيب شي واحد خاصك تجي تال هنا ومعامر، ما كتلقاش باركي، فين كاين باركي؟ باركي هنا الباركي هذا. الثمن ديالو كيداير؟ الثمن على حسب هادو ما عاملينش الطريفة. شحال دابا تخلص؟ ماكسيموم تعطي 5 دراهم أنت و شحال أنت كتقلب على البلاصة؟ هاد البلاصة هادي أنت كتشوف دابا مين عاد دخل. شي ربع ساعة وأنا كندور أنا. دابا هادي تلت ساعة وأنا كندور. طنجة والله على تلوس ساعة كندور، طلعت من فوق طلعتنا هنا والو ما كاينش ستاسيون مرة فيه ستاسيون. لا ولكن غير هاد البلاصة هادي اللي فيها الأكثرية هنا مع هاد الولاية مع المحكمة مع ساحة المدينة ما كاينش ستاسيون مرة. صعيب. صعيب والله لا صعيب بالله. دابا أنا شي تلوس ساعة خاص نمشي الإدارة وكذا وهذي حنا مشغولين وأنت كتشوف هنا ما ندور هنا. لحل هذه الأشكال تقوم شركة تدبير المفوضة الآن ببناء موقف سيارة جديد يتسع لأزيد من 160 سيارة بهذه المنطقة. وأثناء تصويرنا لهذا الروبوتاج رفض العديد من حراس السيارات إدلاء بتصريحات ربما أحيانا لوضعيتهم الغير قانونية. هذا الموقف يشتغل الآن برخصة من الجماعة من دون تحديد ثمن الركن، وهذا أول إشكال بدأ يجد طريقه للحل في الوضعية القادمة. القطاع هذا كان فيه واحد الريع كبير، يعني كانوا هاد الحراس ديال السيارات بحال اللي باقي كاين في مدن أخرين كيكريو واحد الرخصة من عند الجماعة 200 ولا 300 ولا 400 درهم في الشهر، وداكشي كامل اللي كيدخلوا كيكون ريع ما مديكلاريش. اليوم سوماجيك باركين بدلات هادشي في المدينه ديال طنجه بحيث انه اليوم هاد المراقبين خدامين معانا وعندهم لي سالير ديالهم، وحنايا كنوفروا لهم اولا التغطيه الصحيه لا سيزني كتاو، وكنخلصوا على لي سالير ديالهم الضريبه اللي كتستافد منها الدوله اللي قبل هادشي ما كانش. النقطه الثانيه في هذا الموضوع تلك المتعلقه بتحديث ثمن الساعه للركن، فهناك من اعتبر أن تقنين العملية في حد ذاته تقدم وتجاوز للعشوائية، وهناك من رفض 3 دراهم للساعة. احنا بطبيعة الحال مع التنظيم، ولكن التنظيم بواحد الطريقة اللي خصها تكون كتناسب الجيب ديال المواطن المغربي، كتناسب العقلية ديال المواطن المغربي. احنا ماشي في سويسرا، ماشي في فرنسا، ماشي في أمريكا، ولا احنا في تونس، يعني ما يمكنناش نقارنوا المغرب مع دولة أخرى. كاين خصوصيات ديال المغرب والمغربي والجيب ديال المواطن المغربي. هذيك 3.5 دراهم اللي درناها أو اللي دارت في الكايد وشارج تعملت على واحد الهدف، هو خص كتشجع الناس باش يدخلوا في المرآب تحت الأرضي اللي هو غير 3 دراهم، مرآب بمواصفات عالمية بالسيكوريتي ديالو يعني بالحماية ديالو بالكاميرات إلى آخره. فهو طبعا كيجيب كيقول حنا كيجاوب على لي نورم ديال الركن السيارات العالمية، فهو كنشجع الناس باش يدخلوا راه غادي يخلص غير 3 دراهم. هكذا فتحديث ثمن مواقف السيارات يحدده المجلس الجماعي لمدينة طنجة عبر دفتر تحملات ألزم به شركة تدبير المفوض التي هي من قامت ببناء مواقف السيارات وتنظيمها بالمدينة. لكن إلى أين تذهب هذه المداخيل؟ هنا الملكة كتمشي طبعا للمدينة، المدينة باش نزيد نحسن لك الوضعية ديالك، باش نزيد نحسن السير والجوالة، لأن حنا شنو الإشكال ديالنا كاع في هاد العمال اللي غادي يجيو. المشكل اللي عندنا في المدن الكبرى هو السير والجوالة، هو المشكل ديال الاختناق ديال السير والجوالة. فإلا باش غنحل هاد المشاكل راه فيه دراسات، فيه حلول اللي هي البنية التحتية اللي كتقام غالية، راه به كنولوا هادشي. شركة تدبير مواقف السيارات بطنجة من أجل بناء هذه المواقف من منطقة ملبطة إلى محطة مارينا ومواقف أخرى استثمرت حوالي 84 مليون درهم.
تستغل هذه المواقف لمدة 30 عاما وتقوم بتفويتها إلى جماعة فيما بعد، وهي عملية غير مربحة مقابل حجم الاستثمارات حسب مسؤول الشركة، لأن الأمر يتطلب بناء مواقف السير بمعايير دولية. اليوم كاينين 9 ديال المراقب في لاكورنيش دو طونجي، يعني من لامارينا تقريبا حتى الاخر ديال لاكورنيش، هادو بوحديتهم فيهم اليوم خلقنا 1400 بلاصه. كاين المرقب الثاني هو مرقب ساحه الامم اللي فيه 400 بلاصه ديال ستاسيونمون. المرقب الثالث هو ايبيريا ساحه الجامع محمد الخامس اللي فيه 120 بلاصه. طور الانجاز دابا كاين مرقب الحي الاداري اللي تبارك الله غادي يكون فيه 160 بلاصه في واحد النقطه سوداء ديال مدينه طنجه اللي كيعانيوا فيها بزاف الناس من الركن. وفي المستقبل غادي يكونوا مرائب اخرين، اليوم كنفتشوا على العقار ديالهم. اذا هو ورش استراتيجي تم انجازه بمدينه طنجه، لكن ماذا عن باقي مدن الجهه التي تعرف اكتظاظا من قبيل مدينه تطوان والمذيق والفنيدق وودلاو؟ رفيع المنصوري برلمانية ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان تقول أنها لم يكن لديهم تصور لهذا المجال من قبل. إشكال ماشي هو فأنا واش يكون مرقب تخلص ولا مش تخلص واش تكون شركة، المشكل الأكبر واش عندنا فين يوقفوا السيارات، لأن حنايا اليوم مين كنهضروا على هذا المشكل خصنا أولا ضمان الجولان السليم، يعني الراجل يلقى التروتوار والسيارات تلقى فين تمشي بشكل جيد. اليوم كنلقاو بأن حتى فين توقف السيارة ما كايناش، بمعنى حتى استراتيجية ديالنا شنو باغيين المدن ديالنا حنا ما عارفينش. وبالتالي اليوم خص ترسانة قانونية أن في جميع دفاتر التحملات اللي كدار باش تبنى مجمعات سكنية أو مشاريع ضخمة أو أسواق، أو خص تاخذ فيها بصفة قانونية جذرية أنها تاخذ بعين الاعتبار المآرب ديال السيارات. المشكل في استغلال مواقف السيارات والعشوائية وثمن الوقوف يعود بالأساس إلى غياب إطار تشريعي يقنن هذا القطاع من كل جوانبه، فإذا كانت مدينة طنجة استطاعت تجاوز المشكل خاصة على مستوى شريطها الساحلي وسط المدينة، فهناك مدن أخرى تعاني من نفس المشكل، وهذا يتطلب تشريع قانون جديد. مقترح قانون اللي نزلنا في البرلمان في المؤخرا في الاسابيع الاخيره كيحاول يعالج هذه الاشكاليات هذه انطلاقا من الحاجيه ديال المجتمع، انطلاقا من الاشكاليات التي تقع بتنظيم السير والجولان باش ما يبقاش مبهم، لان في القانون التنظيمي المتعلق بالجامعات هذا تنظير السير والجولان هو عام وشويه فيه شويه فضفاض، فبالتالي احنا حاولنا ندققوه وحاولنا نعطيو سلطه اكبر للجامعات انها تتخذ مقررات تنظيميه بتنظيم السير والجولان وتوضع قواعد واضحه للتدبير، وايضا لدعم الاستثمار العمومي او الاستثمار ديال القطاع الخاص في هذا المجال ديال السير والجولان وتحل هذه الاشكاليات. في الغياب ديال مشروع قانون فيما يتعلق بالركن بالاداء ما كاينش حتى شي شركه حتى شي مستثمر باقي عاود يزعم يدخل لهذا الميدان هذا. لانه كيلقى صعوبات، كيلقى الناس ما كتخلصش على برا، كيلقى اذا دار الصابو باش الناس تخلص في داك الشيء في لي بيزنس بلان كيركبوا هاد المشاريع هادو، كيلقى بانه المحكمه الاداريه كتحكم بفصل من الدستور اللي كيقول لك كتمنع من المرتفق من حريته في التجول، الله كو ديك المرتفق يكون في حاله مخالفه ملي كيدار له الصابو، كاين واحد لا كونفيزيون كبيره. إذا إنتاج البرلمان لتشريع قانوني جديد يهم بناء مواقف السيارات وطرق تدبيرها ووضعية المستخدمين وتحديد ثمن معقول سيمكن من تجاوز العشوائية التي يعرفها القطاع في مختلف المدن المغربية ووضع صورة واضحة لدى المواطنين بخصوص هذا المرفق. فقرة 3 أسئلة إلى تقتف في أثر عمل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مع بداية الدورة الخريفية. عملها بدأ بعرض تقرير النيابة العامة أمام أعضاء اللجنة، نتعرف على مضامين هذا التقرير وكيف تمت المناقشة، ومن جهة أخرى نتعرف باللجنة عن القانون الجنائي أين وصل النقاش حول هذا القانون والتعديلات المرتبطة به، ونختم بأهم القوانين التشريعية التي ستناقش على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال هذه الدورة. أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة 3 أسئلة إلى. السؤال الأول للسيد توفيق الميموني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ما هي أبرز مستجدات التقرير الذي سيناقش داخل اللجنة بخصوص النيابة العامة؟ طبعا مناقشة تقرير النيابة العامة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يأتي في سياق تتبع البرلمان أو مجلس النواب لتنفيذ السياسة الجنائية.
طبعا تنفيذ السياسه الجنائيه، وضع السياسه الجنائيه من اختصاص البرلمان، وتنفيذها من اختصاص رئاسه النيابه العامه. فهذه المناقشه ديال تقرير النيابه العامه ياتي في سياق تتبع مختلف جوانب تنفيذ السياسه الجنائيه بالنسبه لرئاسه النيابه العامه، اللي مع العلم بان رئاسه النيابه العامه هي حديثه الفصل عن وزاره العدل، حيث تم في سنه 2017 نقل اختصاصاتها من وزاره العدل للسيد رئيس النيابه العامه السيد الوكيل العام بمحكمه النقد. فهذه المناقشه هي في اطار تتبع تنفيذ السياسه الجنائيه، هناك مقتضيات عديده تم النص عليها وتفاصيل متعدده في صلب هذا التقرير. هناك طبعا نقاش لازال قائما حول حضور رئيس النيابة العامة من عدم حضوره في مناقشة التقرير، وغالبا في جلسة اليوم سيتم إثارة النقاش، والسيدات والسادة النواب البرلمانيين سوف يفصحون عن رأيهم وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الشأن. نفس السؤال بالنسبة للسيدة بوتينا القروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. واليوم كان مقرر أن نناقشوا تقرير النيابة العامة، هذا التقرير هذا اللي المفروض انه يكون كيناقش السياسه الجنائيه، لان وكيل العام الملك لدى المجلس الاعلى للسلطه القضائيه هو ملزم بموجب القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه ان يقدم تقريرا ويعرضه امام ويعرض امام لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان. هذا التقرير يتضمن مقتضيات ديال تنفيذ السياسه الجنائيه. نحن البرلمان بصفتنا مسؤولين على مراقبه وتتبع السياسه العامه بصفه عامه والسياسه العموميه والسياسه الجنائيه، مفترض أن نناقش هذه السياسة الجنائية بمختلف الحيثيات ديالها والإشكالات المرتبطة بها. هذا التقرير كيجي فيه إحصائيات مرتبطة بعدد المعتقلين، الجرائم كيف يتم التعامل معها من طرف النيابة العامة، ما هي أولويات السياسة الجنائية التي حددتها النيابة العامة، طبعا سير النيابة العامة إلى غير ذلك. هذو هما جوج نقط أساسية، تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، هما النقط الأساسية اللي كاين في هذا التقرير. طبعا النقاش الآن اللي كاين في اللجنة هو نقاش قانوني دستوري قبل الخوض في مضامين تقرير النيابة العامة. هذا النقاش الدستوري مرتبط أساسا بمن يعرض قرار، من يعرض تقرير النيابة العامة، لأن المحكمة الدستورية لم تحسم، لم تشترط عرضها من طرف الوكيل العام للملك، ولكنها في المقابل لم تعطينا حلول من سيعرض هذا التقرير. ما هي أبرز النقط التي تتحدث عنها اللجنة بخصوص القانون الجنائي؟ القانون الجنائي معلوم ان اللجنه قد انتهت من مناقشه التفصيليه، فتحت اجلا لوضع التعديلات، هذا الاجل تم تمديده لتخويل مختلف الفرق النيابيه الدراسه المعمقه، وكذلك فسح وقت اكبر لتقديم التعديلات. اهم ما تم مناقشه فيه مقتضيات كثيره متعدده، اهم ما يناقش فيه هو العقوبات البديله. طبعا معلوم بان القانون الجنائي لم يكن ينص على عقوبه بديله. ما معنى العقوبه البديله؟ هو ان عوض مجموعه من الجرائم اللي يتم الحكم فيها اقل من سنتين، عوض ما ان المتهم او المعني بالامر يتم الزج به في السجن، القانون يفرض عليه عقوبات اخرى بديله، كالخدمه من اجل المنفعه العامه، كالغرامه اليوميه، كبعض التدابير الوقائيه. وطبعا هذا المقتضى هو مقتضى جديد وهام، وسوف ينقص طبعا من الاكتضاد الواقع بالسجون. القانون الجنائي جاب مقتضيات مهمة جدا، لأول مرة يتم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة، أهمها ما يرتبط بالإثراء غير مشروع. كنعرفوا جميع بأن عندنا قانون ديال التصريح بالممتلكات اللي كيلزم عدد كبير من الملزمين أنهم يصرحوا بالممتلكات ديالهم، ولكن في حالة لا المجلس الأعلى للحسابات لقى بأن عدد من مصرحين الثروات ديالهم تزادت بشكل غير طبيعي، ما كاينش هناك عقوبات في هذا الشأن. القانون الحالي جاب عقوبات بالنسبة وغرامات بالنسبة للناس اللي كيصرحوا بالممتلكات وكتثبت عليهم بان هناك زياده غير مبرره في ثرواتهم. ثانيا هناك الخدمه للمنفعه العامه، فيما يتعلق بالمنفعه العامه كيتم القاضي كيحدد واحد العدد ديال الساعات حسب اللي كاين في المشروع، طبعا حنا عاد مازال غنعدلوه، كيحدد واحد المده ديال السجن المفروض ان هذيك الجريمه اللي ترتكبت او المخالفه اللي ترتكبت، وكيحولها لعدد الساعات اللي خص المعني بالامر يقدمها للمنفعه العامه، الجمعيات، مؤسسات الى غير ذلك. خلال هذه الدورة ما هو أهم القانون الذي تعرضه اللجنة من أجل المناقشة أيضا؟ طبعا هناك مشاريع قوانين مهمة واقتراحات قوانين مهمة هي على مكتب اللجنة. ما نحن بصدد مناقشته في الآن وهو القانون المتعلق بمهام الطب الشرعي. كذلك هذا أول مرة يتم تنظيم مهام الطب الشرعي بمقتضى قانون، ونحن نعلم وعدد من المشاكل التي يطرحها هذا الموضوع
في في الممارسه اليوميه. هناك مقترح قانون تعديل الماده 2 مدونه الحقوق العينيه، ونحن نعلم موضوع الاستيلاء على قرارات الغير وما يطرحه مشكل تعويض المالك الاصلي من غيره. هذا نقاش كذلك يعرفه الساحه المغربيه، واللجنه هي بصدد كذلك دراسه هذا المقترح والمصادقه عليه وايجاد حل لمختلف المجالات ومختلف المتضررين من موضوع الاستيلاء على قرارات الغير. هاد الدورة الخريفية عندنا عدد كبير من مشاريع القوانين، عندنا الطب الشرعي، عندنا تبسيط الإجراءات الإدارية، عندنا ميثاق المرافق العمومية كمشروع قانون، وعندنا المحاكم المالية قانون ومدونة المحاكم المالية. إذا أربعة مشاريع قوانين مهمة جدا سنناقشها في هاد الدورة الخريفية. والآن نفسح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. ننتقل إلى السؤال 12، موضوعه الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد الرئيس. اليوم نسبة مهمة جدا من الآباء تركنا أو تخلوا عن المدارس الخصوصية وتوجهوا إلى المدارس العمومية. هذا لا أنا أفسره ماشي بأن البريق ديال المدرسة العمومية أو قانون الإطار اللي عاد غنبدلوه راه ماشي هكا، راه التفسير ديالها أننا هناك الشهادات بخصوص تجويد المدرسة العمومية، ولكن سيد الوزير راه الناس ما لقاو شيء باش يقريو ولادهم في المدارس الخصوصية. راه اليوم المدارس الخصوصية أصبحت واحد الصونامي صاعق بدون هوادة وبدون رحمة ولا شفقة على الآباء. ملي كنلقاو هذيك التأمينات التي أصبحت لا تطاق، كيوصلوا واحد القيمة خيالية جدا في خصوص هاد التأمينات. الرسوم التسجيل الواجب الشهري راه حتى ديك الطبقة المتوسطة اللي كانت سباقة باش تعمرنا هاد المؤسسات الخصوصية أصبحت في خبر كان، لأن الخدمات الاجتماعية تقلت وأن هاد الطبقة الوسطى اليوم انضاطرت. السنة المنصرمة كانت عندي واحد عدد المناسبات اللي قلت بأن قانون 060 المؤطر لهذه المنظومة القطاع الخاص لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، وما كيخولناش تحديد قيمة واجب التأمين حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص في التأكيد على مدى استفادة التلاميذ من التأمين. هذا الشيء اللي كاين، هذا اللي الوضع اللي كان فيه. اليوم عندنا واحد الوضع جديد، القانون الإطار اللي صدقتي عليه وتم النشر ديالو بالجريدة الرسمية غادي في المادة 13 و 14، هذا القانون خصو للتعليم الخصوصي، التعليم الخصوصي في المساهمة في تعميم التمدرس، في أيضا التعليم الخصوصي ماشي غير في المدن الكبرى، يمشي أيضا للقرى ويساهم في التعميم بالمجان بالنسبة للطبقة الفقيرة. أيضا غادي يكون عنده واحد المناسبة لتعديل وتحيين هذه الترسانة القانونية اللي كتأثرها التعليم الخصوصي. وهذا الأمر كامل اللي شرتي لهم السيد المستشار المحترم هي واردة في التعديلات اللي غادي نقوموا بها، هو تقنين هذه المساويات ديال هذه المدارس هذه باش ما يبقاش هذه الأسعار المتوحشة اللي هدرتي عليها. واحد الرقم، واحد القضية طرقتي لها اللي أول مرة اللي غادي ننطق بواحد الرقم مهم، هو العدد ديال التلاميذ اللي انتقلوا من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي في هذا الدخول. 52,000 اللي مشى من القطاع الخاص للقطاع العمومي، 52,000 من أصل شحال؟ هذا الدخول غير الدخول من أصل 700,000، القطاع الخاص كام كي 700,000، 52,000 اللي مشى للقطاع العمومي. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة، الشكر موصول أيضا إلى طاقم البرنامج الذي سهر على إعداد هذه الحلقة.
نهاية أسبوع موفقة رفقة برامج قناتكم دزم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.